أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التعليم يحتاج إلى ما يقرب من 250 مليار جنيه. وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، أشار السيد الرئيس إلى أن الوطن بحاجة لعمل يمتد لسنوات طويلة. بقول لك التعليم اللي أنت بتتكلم عليه ده على الأقل 250 مليار. اللي متوفر منه ولا نصه في موازنة التعليم الأساسي، ولا نصه، ده لو 250 مليار. تبتدي المدرس 2000 و3000 و4000 هتاخد منه ايه؟ مش هو ده اللي حيقوم بالتعليم؟ صح. تقنعه ازاي ان هو يشقى معاك عشان يطلع لك ابنك او بنتك كويس؟ احنا بنتكلم على مين؟ على اللي بيقدر يودي ابنه مدرسه يعني كويسه ويدفع لها، ولا بنتكلم على المواطن الغلبان اللي بيودي ابنه مدرسه حكوميه؟ الغلبان. أنا بقى بتكلم على الغلبان اللي هو قد إيه؟ اللي هو 60 70%.